هلا والله بالشباب، حياكم الله فيديو جديد لعبة وور ثاندر موبايل. أفضل تحديث نزل في تاريخ اللعبة للآن، وأجمل تحديث نزل صراحة لكل اللاعبين، ويا ريت الشركات الباقية واللي ببالي وبالكم إنه تنتبه لهذه التحديثات من جينجن وتحذو حذوها، بحيث الآن أصبحت اللعبة أكثر سهولة وأجمل وأحلى بكثير. لكن المشاركة جدا مهمة، وخلنا نحكي التحديث والحدث الجديد والدروع اللي نزلت يا شباب. أول شيء يا شباب، أنه عندنا حدث جديد باللعبة. الحدث موجود والجوائز راح تكون كالآتي: كجوائز رئيسية بالصندوق الوسط أو الصندوق المتوسط راح تكون عندكم الدروع الإيطالية، راح تكون من R3T20 المدرعة الخفيفة مع مدفع 20 ملم، ودبابة الشيرمان VS، وكذلك دبابة الام 36 بي، والمضاد او المدفع عفوا دبابة مدفعية ام 18. يا شباب هاي الدروع راح تكون هي جولد بالصندوق الوسط، اما الصندوق الكبير فراح تكون الدروع مالته ام 46 التايجر الامريكية، وتي 92، وكذلك تي 95 الدبابة الثقيلة، والمضاد طيران ام 42. هنا هاي الدروع الثقيلة. لو نروح على السفن ونعوف الدبابات ونتجه الى السفن يا شباب، فالسفن عندنا راح تكون بالصندوق الوسط سفينة IGN كاكو، اتوقع يابانية هاي، اتوقع يابانية. وكذلك بالصندوق الرئيسي راح تكون عندنا SMS يا شباب، السفينة الثقيلة المدفعية. هنا عندنا السفن. نرجع على الدبابات واللي هي عندنا اهم صراحة. المهام كلش راقية صارت. شلون؟ لو تيجي على المهام بس، راح نروح على رويال باس، فعندك مهام باتل باس وعندك مهام السايف سترايك اللي هي مهام الرئيسية الحدث. الشركة فعلت لك شيء جميل جدا للاعبين. انت مهمة عندك صعبة ما تقدر تكملها، فتقدر اد بروسيس هاي هنا، راح تشوف اعلان، ومن تشوف اعلان راح يكمل لك مهمة. يعني انت تقدر تكمل المهام خلال اعلان. شلون؟ تلعب جيم تطلع تشوف اعلان، تلعب جيم تطلع تشوف اعلان، وهكذا. اذان مهمة ما كملت عندك باعلان تكمل عندك، وتكمل الليفلات مال حدث، وكذلك مهام الباتل باس كذلك تكمل لعبة تشوف اعلان وهكذا. نجي على الباتل باس، شوف شلون سهلتكم الشركة الامر. فالباتل باس مثل ما تشوفوا قدامكم، اول ليفل افاتار من المدفوع، طبعا الباتل باس سعره هو $5 تقريبا، وبعدين تجيك 3 ليفلات مجاني بها ذهب وجولد وشدات لفتح العجلات، وكذلك تشوفون قدامكم مفاتيح ومهام، يعني جواز مجاني جدا رائعة يا شباب. عندك ايام بريميوم، عندك جولد، شدات كثيرة، عندك سيلفر كثير، يعني شيء جميل جدا. وعندنا الأحلى اللي صار باللعبة، وهذا أهم نقطة بالحدث، وهم تروح على التانك راح تشوف تغير السيستم والنظام. نفس قربوها من فكرة البي سي. الآن أنت عندك جيش أمريكي، جيش ألماني، جيش الروسي والصيني، والجيوش الأوروبية والجيش الياباني. فمن تيجي هنا راح تشوف مثلا جيش امريكا شنو عندك بدبابات مفتوحة وشنو ما عندك بدبابات، تقدر تشتري وتقدر تعبر ليفل بالجولد. يعني انت تقدر هنا تعبر من ليفل مثلا 12 الى 13 بالجولد، او 13 الى 14 بالجولد، وهكذا. يعني تقدر تعلي ليفلك وتسرع ليفلك بالجولد في حال امتلاكك للشدات المتاحة. صار عندنا ليفل جديد هو ليفل 15، واللي حطوا به دبابات الجديدة اللي هي الـ AMX-30 والـ AMX-32 والمارس 15 والـ AMX-30 DCA. وعندنا صار بليفل 14 هي دبابات السويدية والدبابات اليابانية والدبابات الصينية، وسعرهن 1,716,000. انتظرونا بتجربة الدبابات السويدية وإن شاء الله الدروع الأخرى. التحديث هذا نظامه كلش حلو. مشاهدة إعلانات بإكمال الحدث، هذا شيء جميل جدا صراحة. عبورك للليفل بسهولة صار أحلى، وجودك باللعبة صار أجمل بعد. يعني الشركة تسهل لك الأمور بشكل كبير.
انت حتقول لي شنو فائدة الشركة؟ الاعلانات هاي كلها بيها فلوس للشركة، تتفق ويا مثلا جوجل وكل ما اشوف اعلان يعطوهم نسبة للشركة، انت بنفس الوقت ما خسران شيء، شوف اعلان 30 ثانية تكمل مهمة وهكذا. ترى الامور حلوة صارت واللعبة صارت اجمل، وصراحة جينجن لعبتها صح 100%، ويحسدون على هذا التحديث. واتمنى الشركة اللي قلت في بداية الفيديو انه ارت ستوم لعبة مودرن وارشيب تحذو حذو جينجن، ما انه هي شراكة عندهم اياهم. شوف الامر شلون سهل، لا تصعب المهام على المتابعين وعلى اللاعبين، سهلوا الامر حتى الناس تحب اللعبة. فوق ما وور ثاندر مشهور صارت بعد احلى، والجرافيك دي يصعد يوم عن يوم. صح موبايل ما يتحمل جرافيك عالي، لكن الموبايلات القوية حتشوف اللعبة صارت احلى واحلى. الرأي لكم، ونشوف اراكم تعليقاتكم عن التحديث، وهل انتم راضين عن التحديث ام لا. وفي امان الله.